الشعبي كلعبة رئيسية وأساسية لمنتسبي القوة هذا لكن في الفترة القادمة من بعد الاتفاقية هاي إن شاء الله من خلال تفاهم وخلال إيمان يعني ليس شيء جديد العكس من ذلك نحن يمكن والتعاون يمكن عنده هدف دائما اليوم بإذن الله حابين نعلن من خلال اتفاقيتنا طبعا هذا كله بيصير دعم وزي ما اتحاد الجيجيتسو وضع هدف ان يبقى في 100,000 لاعب ولاعبة يمارسوا اللعبة هل هناك المرحلة الأولى دعم انتشار اللعبة في المرجو من الطرفين شرطة أبو ظبي تبحث عن الاستفادة من رياضة الجيجيتسو